وقت كي صابو سيت ان كورونا سيت ان كورونا فيروس اللي كيعطي اون مالادي سميتها لا بيف هي لا بيريتونيت انفكسيوز فيلين التهاب ديال ديال لو بيريتوان التهاب ديال البيريتوان ديال القطط ديال لي فيلان القطط بالخصوص لانه هما اللي كينو زانتيريس هاد المرض هذا ما عنده حتى شي علاقه بالمشكل اللي عانى منه العالم باسره هاد شي واحد العامين اللي هو الكورونا فيروس هما دونك ما كاين بيناتهم حتى شي علاقه. هاد الفيروس هذا ما عندوش علاج معروف وان بروتوكول معروف ما كاينش، ولكن الطبيب البيطري كيحاول يحاول لا بغيتي تقول سي اون جيستيون ديال لا مالادي سي با ان تريتمون كوراتيف ولا ني سي اون جيستيون ديال لي سين كي فون سويت على مالادي المام وليني ما عندهم حتى شي علاقه. هذا سي تان كورونا هما تينساميو دو فيروس كينساميو نفس لا فامي كيتسمى لا فامي دي كورونا فيروس لا فامي دي كورونا فيروس هذاك فيروس بوحدو والاخر فيروس بوحدو والعلاقه بيناتهم غير موجوده وما كاينش في العالم باسره ما كاينش ان بروتوكول لي تي قضي على داك لو فيروس. دونك قلت لك ما كاينش حتى شي علاقه ديال سميتو ديال لي دو فيروس ما بين بنادم وهذا ولا بيف كان كتسمى لا بيف عند لي شا وعند سميتو عند بنادم كيتسمى الكورونا فيروس لان عاد نوفيلمون ديكلاري. الوغ الاعراض كوم سونو لانديك كاينين التهاب ديال قلب الكرش داك البيريتوان داك واحد الغلاف كيكون هو اللي كيغطي الاحشاء وداكشي كيتسمى لو بيريتوان كتكون اون انفيكسيون كيكون التهاب ديال داك لو بيريتوان وكيوقع انتفاخ ديال الكرش ديال الحيوان ديال لو شا وبارفو كيصيب حتى الجهاز التنفسي تيصيب سكون ابيل لا بليف هو داك الماد ماشي ماده ولكن لو تيسو كي تابيس لي بومون. مساله مهمه انه مرض معدي كيعادي اترافير لي سيل لي زكريسيون داك المش اللي كيكون كيحمل داك لو فيروس كيخرج يا اما في اللعاب يا اما في لي سيل في الخروج ديال البروز ديالو واش كيقولوا له لي سيل كاكا ديالو وتيعادي الا مشى قاصو شي ان اريماسا واحد الحيوان اللي ما عندوش المشكل حتى هو كيسعاد به وهكذا كتوقع لا ترانسميسيون. نورمالمون الا كان مثلا ما كان الا كان عندنا الا كانت عندنا اون بوبولاسيون دو شا الا بان غير واحد خصو يتعزل على الاخرين اللي نقيين اللي مزيانين ما عندهمش هذا باش ما ينتقل لهمش لو فيروس. قريت في بعض لي ريزو سوسيو انه كاين شي حاجه ديال هذا شي بروتوكول ما بروتوكول ولكن هادشي كله غير ما عنده علاقه لا بعلم ولا ببيطاره ولا بطب. الو المربين ديال القطط هما انا تنصحهم انه او موان في زعما ملي بداو غير الاعراض الاولى ديال المرض كيف ما يكون المرض خصهم يتجهوا عند الطبيب البيطري لان مساله مفروغ منها انه الطبيب البيطري هو الوحيد اللي كيقدر يفرق ما بين لا بيف هذا الكورونا فيروس عند لي شا اللي هي منتشره ماشي شي حاجه اللي قليله منتشره وبين بالامراض الاخرين وهو اللي غادي يحط الطبيب البيطري هو الوحيد اللي يمكن له يحط لو بروتوكول دو تريتمون سي ان بروتوكول دو تريتمون اي نو با دو غيريزون واحد البروتوكول كيدار باش كيعالج كل مرض بوحدو. وكنعاود ناكد انه ما عنده حتى شي علاقه بلا الا كانوا لي فيروس ولاد العم ولا ان المرض راه ما عنده حتى شي علاقه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.